لساعات أو ربما لأيام ينتظر آلاف المواطنين من محافظات يمنية مختلفة موعد فحصهم لإثبات خلوهم من فيروس كورونا كشرط أساسي للسفر إلى الخارج. طابور يمتد لنحو كيلومتر تتخلله صور متعددة من معاناة اليمنيين التي كرستها الحرب. انتظار غير مضمون النتائج لكنه ضرورة ملحة أجبرتهم على تحمل حرارة الشمس الحارقة وتكبد مزيد من الخسائر. لنا 4 أيام ومعاناة من شان الفحص بي سي آر ومن شان مدخول المنفذ السعودي ومعاناة بين الحر ولا في مطاعم ولا في خدمات هنا في محافظة سيئون بسبب نشان ندخل عندنا الإقامات منتهية ولا الخروج والعودة منتهية ولا نستطيع حتى التجديد وكمان عندنا أخذت علينا كمان مصاريف كثيرة. مراكز فحص قليلة حددتها الحكومة في المحافظات المحررة فقط شكلت عبئا على فرع المختبر الوطني بسيئون في محافظة حضرموت، اضطرته بعد أيام قليلة فقط لتوقيف نشاطه وحصره على المسافرين على متن الخطوط الجوية دون غيرهم نظرا لشحة المساحات الخاصة بالفحص، أمر زاد من حجم معاناة المسافرين الذين ينتظرون توفر المساحات ليتمكنوا من مواصلة إجراءات سفرهم. احنا في المختبر المركز الوطني للمختبرات الصحة العامة المركزية بالوادي والصحراء خلال الفترة الماضية وبعد إعلان الأشقة في المملكة العربية السعودية فتح المنفذ تعرضنا لضغط كبير وكثيف جدا من قبل المسافرين والعالقين والمسافرين المنتهية فترة إقامتهم بأعداد كبيرة جدا فوق طاقتنا، وحاولنا بقدر الاستطاعة بقدر كافة الطاقم صباحا ومساء باستقبال الأعداد الهائلة من المسافرين. ازدحام وكثافة أمام مراكز الفحص دون أدنى الإجراءات الاحترازية زاد من مخاوف نقل العدوى إضافة إلى مخاوف المسافرين من انتهاء صلاحية الفحص الذي حددته السلطات السعودية ب48 ساعة قبل أن يصلوا وجهتهم، ما قد يستدعي مزيدا من الجهد لإخراج فحص آخر وبمعاناة مضاعفة. مراكز محدودة لفحص كورونا أوجدت فصولا من المعاناة التي ما فتأت تلاحق اليمنيين، معاناة تبدأ تفاصيلها داخل البلاد وربما تكتمل خارجها. عبد الله مؤمن، يمن شباب، من مدينة سيئون حضرموت.